ناقشت قمة المناخ التي تواصل أعمالها في شرم الشيخ المصرية القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، وعلى رأسها الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري وتخصيص الأموال لدعم المبادرات الخاصة بالطاقة النظيفة. وعلى هامش القمة يتواصل إثارة قضية حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية، بينما تتصاعد الضغوط خلال الأيام الماضية على السلطات المصرية للإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعدما صعد إضرابه بالامتناع عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله. من مقر انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ ينضم إلينا منفذ التلفزيون العربي تامر أبو عرب. تامر، أهلا بك. ما أبرز القضايا والموضوعات التي يتم مناقشتها اليوم خلال قمة المناخ؟ ويبدو أن هناك اليوم على ما يبدو أثر التغير المناخي على قطاع الطيران تحديدا. نعم رولا، المناقشات الأبرز خلال هذا اليوم سواء منذ الجلسة الافتتاحية في 9 صباحا والتي حضرها يعني رئاسة المؤتمر وعدد من الوزراء، مسألة الأمن الغذائي وتأثيرات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي باعتباره يعني مسألة أمن قومي لجميع الدول، وباعتبار الزراعة هي القطاع الأكثر تأثرا من التغيرات المناخية. هناك حديث عن مساحات كبيرة من الأراضي ستختفي، الأراضي الزراعية، مساحات ستتصحر نتيجة التغيرات المناخية، أصناف ستختفي نتيجة اختفاء الظروف الملائمة لزراعتها. فبالتالي كان هناك الشغل الشاغل، كانت هناك مناقشات عديدة تتعلق بالطيران وتتعلق بالمياه وغيرها، لكن المناقشات الأبرز في جدول أعمال اليوم كانت تتعلق بتأمين الأمن الغذائي في العالم. ولذلك أعلنت رئاسة المؤتمر يعني بالتعاون مع منظمة الفاو عن إطلاق مبادرة اسمها ذا فاست. المبادرة هدفها محاولة التكيف مع التغيرات المناخية، البحث العلمي من أجل الوصول إلى زراعات قادرة أكثر على التكيف مع ظروف لم تكن موجودة من قبل، ومساعدة الدول الأكثر فقرا والأكثر هشاشة على تحسين أنظمتها الزراعية لتتكيف مع مسألة نقص المياه مثلا أو تغير طبيعة التربة. المبادرة هناك تعويل كبير عليها من أجل تفادي الأزمة الغذائية. هناك أزمتان، يعني الأزمة الغذائية تعاني من أزمتان، التغير المناخي وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد التي اندلعت أو تفاقمت منذ بداية الحرب الأوكرانية. وأشار إليها بشكل واضح أنه نعم هناك ضرورة للاستعداد لما هو قادم، لكن هناك أيضا ضرورة للتعامل مع ما هو آني. دعني أو دعيني ريما أرحب بضيفتي، بما أنك تحدثتي عن مسألة المبادرات الشبابية وأهميتها، معنا الأستاذة رند خشمان وهي من مبادرة شباب من أجل المناخ في الأردن. برحب بيها أستاذ رند. شكرا، يعطيك العافية. أنا رند الخشمة من الأردن، من أكشن إيد والمنصة العالمية. إحنا عم نشتغل على مبادرة اسمها شباب من أجل المناخ زي ما أنت ذكرت حضرتك. هل إحنا الهدف من هاي المبادرة أن إحنا عم نرفع الوعي تجاه القضايا البيئية عندنا بالأردن، عم نعمل تدريبات، بنعمل مهرجانات للمناخ، عم نعمل كتير فعاليات حتى إحنا نعمل ضجة كبيرة على موضوع التغير المناخي، إنه هاي القضية موجودة وصارت عم بتأثر علينا ورح تأثر على المستقبل أو نيجي نحكي على الأجيال بالمستقبل الجاي. إحنا التأثير علينا هلأ أو التأثير اللي عم بيصير هو المفروض أنه هذا التأثير يصير ب2050، ولكن إحنا عم نحس بهذا التأثير هلأ إحنا وإحنا ب2022. فمن أحد الأهداف الموجودة لشباب من أجل المناخ إنه إحنا برضو نحكي مع صناع القرار، إحنا نحكي مع الناس اللي موجودين عندنا بالأردن اللي هم بدعموا الناس اللي هي بتشارك بكوب 27 أو كوب والمؤتمرات الجاية، حتى إنها هي ترفع القضايا اللي بواجهوها الشباب الأردني بمجال قضايا التغير المناخي، يرفعوها للمفاوضين أو للناس اللي بتفاوضوا على طاولة صنع القرار بما يخص تغيرات أو قضايا التغيرات المناخية. إلى أي مدى بيكون في استجابة من جانب الناس، الجماهير في الشوارع عندما تتحدثون معهم عن مسألة التغيرات المناخية؟ هل هناك وعي بهذه المسألة أم أن الأمر ما زال بعيدا؟ بالضبط، شكرا كثير على سؤالك. صراحة هلأ إحنا التمسنا أنه ما في وعي، نيجي نحكي الوعي المطلوب تجاه قضية التغيرات المناخية، كلهم عم بي
عم بيشوفوا انه قضيه التغيرات المناخيه هي قضيه الاشخاص فقط، يعني قضيه عده اشخاص فقط، ولكن احنا اللي بنادي فينا هي تكون قضيه مجتمعيه. فاحنا عم نحكي بمواضيع ثانيه برضه نحكي عن قضيه التغير المناخي، وكمان بالاردن احنا عندنا عم نواجه كثير مشاكل، عم نواجه جفاف، عم نواجه فقر مياه، احنا ثالث افقر دوله بالمياه. فاحنا لازم يكون يعني لازم يكون كشعب او بالمجتمع اوعى بهذا الموضوع. وبرضه احنا شباب من اجل المناخ مش بس عم نشتغل على مستوى الاردن، احنا كمان بدنا يكون مستوى تحركنا على مستوى الشرق الاوسط وبرضه يعني كمان عالميا. عشان هيك احنا اصلا يعني تواجدنا بمؤتمر الاطراف 27 بشرم الشيخ عشان هذا السبب، عشان احنا برضه ننشر فكرتنا عالميا. طب الى اي مدى في ادماج للشباب في مسائل تغير المناخ في صناعه القرار سواء في الاردن او بشكل عام؟ صراحة أنا عشان أجاوبك على هذا السؤال، إدماج الشباب بمواضيع صنع القرار بالأردن بخصوص تغير مناخي يعني مش نسبتها مش كتيرة صراحة. عشان هيك إحنا يعني برضه بهاي المبادرة عم نحاول إنه إحنا عم نعمل ضجة على هذا الموضوع، عم نخلي الناس تعرف إنه إحنا موجودين، بحيث لما يكون في قرار بما يخص المواضيع البيئية بالمستقبل القريب نيجي نحكي، عشان إحنا بعد كوب 27 أكيد رح يصير عدة قرارات، يكون إحنا في إنا إدماج فيه برضو ياخذوا راينا فيه، وحتى نكون احنا كشباب موجودين على طاوله صنع القرار. شكرا لك يا الاستاذه رند خشمان من مبادره شباب من اجل المناخ في الاردن. هذا كل ما لدينا الان. ريما، عوده اليك في استديوهاتنا في لوسيل، وبالتاكيد مستمرون في هذه التغطيه المباشره على مدار الساعه.